حضرتك حطيت في كلام سيادتك على محور هذا القطاع. محور هذا القطاع اقتصر الرؤية في السابق لي ان هي مشكلته مشكلة تمويل. هي ليست مشكلة تمويل، لان مشكلة تمويل ممكن بنحلها زي ما حضرتك قلت بسعر مميز، بإتاحة الأموال، بإتاحة برامج تمويلية. لكن انا لو جيت بصيت على تنمية هذا القطاع، ولو حضرتك تلاحظ ان احنا بنقول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وليس قطاع التمويل، وليس تمويل المشروعات. التنمية ليها أكثر من بعد علشان تكون تنمية حقيقية. أنا لازم أشوف الأول احتياجات البلد من هذا القطاع إيه. احتياجاته أساسا إن احنا عندنا لدينا الكثير من الشباب، والشباب احنا بنعتمد عليهم لأنهم فعلا الأساس لتنمية هذا القطاع. لأن اهتمامنا الأساسي بأن الشاب أيا كان بيتخرج من التعليم الفني، من التعليم العالي، من التعليم المتوسط، عايزاه أخده في طريق أنه ما يبقاش يبحث حضرتك عن الوظيفة، سواء وظيفة قطاع خاص أو قطاع عام أو حكومة. عايزة نربي عنده أو نخلق عنده نوع من التوعية أنه هو يلاقي نفسه في إقامة مشروع خاص بيه، ريادة الأعمال يعني، فكرة العمل الحر نمرة واحد. أن احنا بنبتدي ودي كنا بادئين فيها قبل كده كصندوق اجتماعي، ولكن نظرة الجهاز نظرة أشمل ونظرة أعمق. إزاي حضرتك؟ إن إحنا نشأة الجهاز أساساً حدي حرك، بس نقول إن هي جات منين؟ جات من إن وجد إن إحنا لدينا الكثير من الجهات بتقوم بنفس المهام ولكنها مهام متفرقة. مجلس التدريب الصناعي بيقدم برامج تدريبية متميزة جداً، بيقدم حضرتك برامج تشغيل وبرامج تدريب من أجل التوظيف، بيقدم حضرتك برامج تنمية مهارات، برامج حرفية، حاجات متخصصة. على الجانب الآخر ألاقي الصندوق الاجتماعي كان من أحد قطاعاته تقديم التدريب وريادة الأعمال والاهتمام بالإنكيبيتر. على الجانب الآخر لدينا المراكز التكنولوجية تبع وزارة الصناعة، مراكز مجهزة تجهيز على أعلى مستوى متخصصة. لدينا مراكز منتجات الجلود للبلاستيك، هناك مركز تحديث الصناعة لديه الكثير من البرامج ومن الخدمات الغير مالية اللي بيقدمها لوحده بالظبط.